ايوه دينا، احنا بالنسبه للمهندسين احنا هنقسمهم لتو كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولاني اللي هو بيشتغل في construction field، اللي هو زي الاركيتكتس والسيفل انجينير والستراكشر انجينير والميكانيكال انجينير الاتش باك والالكتريكال انجينير. دول الخمسه فيلدز، دول هم دول المعادله بتاعتهم هنا في كندا، او ان هو يقدر يلاقي شغل هتبقى بالنسبه له اسهل بكتير عن الفيلدز التانيه الانجينيرنج، زي اللي هي بايو ميديكال انجينيرنج والميكانيكال انجينيرنج اللي هو ريليتد تو الفاكتوريز، والباور انجينيرنج اللي هو ريليتد برضه للفاكتوريز، البتروليوم انجينيرنج، النيفل اركيتكتس، التخصصات اللي هي بيزيكلي مرتبطه بالبيج بروجكتس اللي هي المختصة يعني اللي هي ريليتد اكتر للمصانع، ريليتد اكتر للميجا بروجكت زي الطرق، زي البناء السفن، الحاجات دي كلها دي ليهم طريق تاني خالص. بالنسبة للكونستراكشن فيلد، هو في اتنين يعني بلانز بالنسبة لهم. في ناس بتفضل انها تعمل بيزنس خاص، تقدر تعمل هي بزنس خاص بالنسبه لها، هتاخد يا اما حاجه من الاثنين تشتغل كديزاين، يا اما هتشتغل في رينوفيشن. ده بالنسبه للكونستراكشن. بالنسبه للديزاين، في عندنا عشان خاطر ان هو يبقى يقدر يعمل مشاريع ويقدر يمضي عليها ويقدر ان هو يبقى مسؤول عنها، في عندنا اتنين كاتيجوريز. واحد اللي هو يكون مهندس معتمد اللي هو بنسميه بي انج. البي انج ده بيبقى موجود، يقدر اي مهندس سيفل انجينير ستراكشر كل التخصصات، تخصصات الهندسه تبقى بي انج، ليها ريكويرمنتس معينه، والبي انج بتبقى بتختلف من بروفنس لبروفنس. الريكويرمنتس بتاعتهم لازم تكون عنده عدد من السنين، عنده خبره من السنين هنا في كندا، ولازم يكون يعادل الشهادات بتاعته، ولازم ان هو يكون شغال على الاقل 3 4 سنين تحت بي انج، ولازم ان هو بيتعمل له امتحانات. الناس اللي متخرجه من بره كندا بيعملوا امتحانين. اول امتحان بيحددوه على حسب معادلته للشهاده بتاعته، يعني سي مثلا سيفل انجينير او ستراكشر انجينير بيقدم الكورس بتاعه، بيقدم عشان كده بقول قلت لازم يكون جايب معاه يعمل المعادلة، ويكون جايب معاه اللي بسميه اللي هو الكورس كور اللي هو بيان المحتوى بتاع الأربع أو الخمس سنين دراسة اللي هو درسهم، عدد المواد، عدد الساعات، ايه بالظبط اللي اخده في المواد ده. هي دي موجودة في كل جامعة، يقدر يطلعها مع الشهادات بتاعته. بيعملوا evaluation في البي انج، في البي انج، وبيشوفوا هو محتاج مواد ايه. المواد اللي هو بيبقى محتاجها دي هو بيمتحنها الاول، على الويب سايت بتاع البروفيشنال انجينير في كل مقاطعه بيبقوا كاتبين الريسورسز اللي يقدر يعني يستعملها عشان يذاكر، وامتحاناته امتى وكلام من ده، وبيقدر يقدم على الامتحانات. وبياخد الاول ما بيخلص الجزئيه دي، بعد كده مع الخبرة ومع مع الشهادات مع الخبرة ومع الامتحانات بتاعته يقدر يقدم على الفاينل لايسنس عشان يبقى مهندس معتمد في كندا. ودول أعلى درجة في مستوى المهندسين الموجودين. في عندنا مستوى تاني اللي هو أقل من البي ان جي شوية، اللي هو بيبقى اللي هو بيبقى بنسميه زي اللي هو مصمم ديزاينر، يعني هو بيقدر يمضي بيعمل ديزاين مثلا سيفل واركتكتشر واي تخصص تاني، الكتريشن اتش فاك وكل حاجه، ويقدر يمضي على الرسومات بتاعته. بس ده ليه امتحانات، ده ليه امتحانات معينه بيسموه بي سي اي ان، ده اللي هو ريليتد اللي هو اونتاريو، بيتعمل بياخد كورس في جورج براون او بياخد في هامبر، وبياخد الكورس بتاع الاونتاريو بيلدينج كود، وبيذاكره كويس جدا وبيمتحن. في امتحانين، في امتحان رئيسي للناس كلها بيسموه هو الجنرال ليجلز. الجنرال ليجل ده كل التخصصات، معماري، انشائي، كهرباء، صحي،
كل التخصصات. لازم يمتحن الاول جنرال ليجل، وبعد كده بيخش في التخصص بتاعه، بيخش مثلا اذا كان بالنسبه للمهندسين المعماريين سمول بيلدينجز، ميديوم سايز بيلدينج، هاي رايز بيلدينج، ده بالنسبه للمعماريين. ونفس القصه هتبقى بالنسبه لاي تخصص تاني سواء سيفل او ستراكشر. انا نسيت بس اقول لك حاجه، ان البي انج اساسا ما فيهاش معماريين، يعني البي انج بتغطي كل المهندسين ما عدا المعماريين. المعماريين دول التخصص، يعني الجهة الوحيدة اللي هي بتقدر تتخلي بتعادل شهادات المعماريين، والطريق بتاعها شوية طويل شويتين، ان هو بيبقى عن طريق الـ OAA اللي هي Ontario Architect Association. دي هي دي الجهة الوحيدة اللي بتعادل شهادات المعماريين في أونتاريو. هتلاقيها برضو في كل مقاطعة ليها اسم تاني، بس مبدئيا هي اللي موجودة في أونتاريو اللي هي OAA اللي هي أونتاريو أركيتكت أسوسيشن. الناس اللي مش هتقدر تاخد البي انج او تقدر تعادل وتاخد اللايسنس عشان تبقى اركتكت او تبقى بروفيشنال انجينير، السكه التانيه بالنسبه لهم اللي هي يبقى ديزاينر زي ما انا قلت، اللي هو بي سي اي، ياخد الامتحانات البي سي اي ان. البي سي اي ان دي فيها امتحانات تقريبا 3 4 امتحانات، بيمتحنهم ويقدر ان هو يعمل ديزاين، ويقدر ان هو يمضي على الديزاينز بتاعته، ويقدر ان هو ريبريزنت الاونر قدام الحي، وان هو يتكلم مع الاكزامينر ويتكلم مع الناس بتوع اللايسنس، ويقدر ان هو يمثل المالك قدامهم. بالنسبة للمهندسين اللي هم التخصصات التانية وحابين ان هم يعملوا شيفت للكارير، لان ممكن جدا يكون ان السوق هنا مش محتاج الكواليفيكيشنز بتاعتهم، او ان في سلو داون للماركت بتاعهم زي مثلا البتروليوم انجينيرز وكده. هو في بعض البرامج احنا ممكن المهندس يقدر ياخدها، يقدر يعمل شيفت الكارير. يعني ممكن في برامج بتبتدي من 6 8 شهور لحد سنة، يقدر ان هو يغير الكارير بتاعه ويكون يعني يحاول يبقى سيفل انجينير او ستراكشر انجينير، او ان هو يبقى يعني اركيتكت ديزاينر. دي كل دي برامج موجودة في بعض الكليات، بتاخد تقريبا من 8 شهور لسنة، على حسب يعني على حسب المقاطعة، وعلى حسب الكلية. ساعتها هو يقدر يبقى ديزاينر، ويقدر يشتغل حتى من يبقى عنده البيزنس الخاص بتاعه. بالنسبة للناس اللي هي مش عايزة، المهندسين اللي مش عايزين يعني يدرسوا، وعايزين هم عندهم من الخبرة، يعني ان هم يقدروا يشتغلوا في مجال الكونستراكشن، من الناحية التنفيذية، في رينوفيشن، في رينوفيشن بروجكتس، ويقدر يشتغل في رينوفيشن، يقدر ياخد هاوسز يعمل لها فليبس لو هو عنده من القدرة المادية ان هو يقدر يتحمل تكلفة حاجة زي كده. او في ناس بتحب انها ممكن ما عندهاش اي مشكلة انها تقدر ترجع تاني لمجال التريز، يعني هو مش عايز يرجع تاني يدرس حاجات اكاديميك، او ممكن هو نفسه يشتغل يبقى عنده شركة مثلا، يعني مكتب بتاعه في ال يعني في مقاولات الصحية او المقاولات الكهربائية. ساعتها هو يقدر ياخد كورس مثلا، تهيألي هيبقى في حدود 6 شهور او 8 شهور، ان هو ياخد تريدز، يعني يبقى ياخد preparation عشان يبقى لايسنس الكتريشن او لايسنس بلومر، يقدر ان هو يشتغل على طول، يبقى يفتح البيزنس بتاعه لو هو مش عايز يخش في مجال الاكاديميكس. ده بالنسبة للمهندسين اللي هي حاسة ان هي ما عندهاش استعداد انها ترجع تذاكر تاني وتدرس تاني، ومحتاجة انها تشتغل على طول. في الجزء التاني من التخصصات اللي قلت لك عليه قبل كده، اللي هو مش مرتبط قوي باحتياجات السوق، هو ممكن جدا ان هو يعني ممكن جدا ان هو يقدم على كو اوب تريننج،
ساعتها هم هيقدروا يساعدوه ان هو يوجهوه في الشركات اللي بتتعامل مع مع الميجا بروجكتس، زي مثلا الباور، وزي الباور انجينير، والميكانيكال انجينيرنج اللي شغالين، ممكن شغالين في مصانع. في كوب تريننج موجود في بعض المناطق في تورونتو، زي يورك ديل اديوكيشن سنتر فور ادلتس، ده ممتاز جدا. ده الانترناشنال انجينير ممكن يروح ياخد تقريبا في حدود من 4 ل 6 شهور، بياخد بريباريشن، بياخد انجلش، بياخد بزنس اثكس، وبعد كده هما بيساعدوني، يبقى بيخش على كوب تريننج. دي الناس اللي هي ممكن حابه انها تشتغل في شركات، بيساعدوهم ان هم يشتغلوا كوب تريننج من غير فلوس الاول. لما الاونر بتاع البيزنس بيبقى حاسس ان هم ممكن يستفيد منه بعد كده، ممكن بيبتدي يعرض عليهم employment offer. في ناس كتير اعرفها كانت مقدمة في يورك ديل، وما شاء الله جالها اوفر الاول، مثلا بالنسبة خاصة للناس اللي هي كانت بتشتغل في مجال الكونستراكشن، اخدوا ممكن يشتغلوا اول سوبر انتندنت، سوري اسيستنت. ده بيبقى ممكن بداية السالري بتاعه بتبتدي ب 40,000. لما بيبتدي ياخد خبرة سنة وسنتين، بيبقى يقدر ساعتها بيشتغل بروجكت مانجمنت. ده للناس اللي هي ممكن تحب يعني عايزة تقدر تدور على شغل في شركات، بس ده مش هيكون متوفر بالنسبة لهم عشان ياخد الكنيديان اكسبيرينس الا عن طريق ان هو ياخد كوب تريننج. بالنسبة للكوب تريننج، في عندنا كذا كذا حاجة بتدي كوب تريننج. بالنسبة الانجينيرز بالذات، يورك ديل اديوكيشن سنتر، في جي في اس، ده للاركتكتشرز، للناس اللي هي المهندسين المعماريين، بيعملوا لهم بريدجينج بروجرامز في رايرسون، وبيساعدوهم بعد كده ان هم يشتغلوا في مكاتب معماريين. ممكن بيشتغل في الاول درافتس مان، بس بعد كده الدنيا يعني بياخد الاكسبيرينس، ساعتها الدنيا بتبتدي تتحرك شويه. طالما شغال في شركه في شركه في مكتب معماري، هيقدر ساعتها يقدر ان هو يبتدي يعادل، عشان يعني يعادل شهاداته، وبيبقى عنده اكسبيرينس من البلد نفسها، ساعتها يقدر يقدم على اللايسنس في اونتاريو اركيتكت اسوسيشن. في عندنا كمان كونستراكشن مانجمنت دبلومه، دي موجوده في جورج براون، دي لمده سنه تقريبا، التكاليف بتاعتها في حدود من 11 ل 12,000 دولار. احتمال يكون هيزودوها السنه الجايه، لكن يعني ده اخر، ده تقريبا ده اخر ده اخر كوست انا يعني كنت عارفاه. هو ممكن يقدر يمول السنه دي عن طريق الاوساب، اوساب يقدر يدفع له الفلوس بتاعه الكورس ده، او لو هو مثلا حابب يدفع، هو ممكن بيبقى فيه انستولمنت، ما ممكن ما يدفعش الفلوس كلها مره واحده. ده برضو يعني very excellent program للناس اللي عايزه تشتغل ك construction management في on the field، يعني تقدر تبقى في الموقع نفسه. بالنسبة للكورس، في كورسات تانية موجودة في جورج براون وفي هامبر كوليدج للمهندسين اللي هم مش عايزين ينزلوا في الفيلد، في نفس الوقت مش عايزين يشتغلوا ومش عايزين يدرسوا دراسات كتير. كورسات استيميتنج، يقدر المهندس ان هو ياخد كورسات استيميتنج في جورج براون. يا جورج براون من احسن الكليات المتخصصة في الهندسة، ياخد كورس استيميتنج، يقدر يشتغل في شركات كونستراكشن as an estimator. بداية السالري بتاع الاستيميتور بتبتدي ب 38,000 دولار، ولما يشتغل في شركات جنرال كونتراكتور متهيألي الأسعار السالاريز بتبقى أحسن كمان وبتعلى. الاستيميتور السالري مطلوب جدا جدا هنا في كندا، لأن أغلب الشركات الكونستراكشن بتعتمد عليه اعتماد كلي 100% على ان هو يقدر يظبط لهم التندرز، ويظبط لهم يعرف الاسعار، ويظبط لهم الكوانتيتيز وكل التفاصيل دي، وهم بيقدموا على البيدز. ده بالنسبة للمهندسين اللي عايزين يعني يشتغلوا في مجال الكونستراكشن، او يغيروا الفيلد بتاعهم لمجال الكونستراكشن.